لا 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 مستحيل، ما متيقاش انني لقيتها. سلام غزالاتي، جيسبر كلكم تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو ديال المشتريات كامل غيكون مشتريات اللي طلبني بزاف بزاف باش نديرو، لان نورمالمون هذا النوع من المشتريات اللي كتكون دو لوكس كنحاول نديرها غير في الانستغرام، ما كنبغيش ننزلها في اليوتيوب، هكا ما كيعجبنيش نزلها في اليوتيوب. سو طلبت مني انني ننزلها هنايا، خصوصا انكم شفتوني في الفلوغات انني كنمشي لهاد المحلات وكناخذ منهم، فبغيتو تشوفوا شنو شريت منهم. سو انا غنوريكم مي هاد الشيء اللي قدامكم كل حاجه لها قصه. مثلا هذا فالنتينو، ملي مشيت للمحل ما عجبونيش الالوان الاخرين اللي كتغدى على قبالهم، وفي اخر لحظه لقيت واحد الموديل يلاه خارج نفس الشيء غير في واحد الاختلاف بسيط وفي الزرق، وعجبني لونه جا معايا. مي ما لقيتش قياسي، لقيت واحد قياسي ولكن كان مكرفس، كانوا كيقيسوه الناس كاملين، فما بغيتش يعني بغيت ناخذ شي حاجه جديده تحت مقاسها يعني. صافي، فبقيت كنقلب نقلب نقلب، لقيناه في دبي فصيفطوه ليا من هذا امارات مول، لا دبي مول جو بونس، دبي مول يا ربي دبي مول، الشنطه الاخرى اللي امارات مول. سو درت البيمنت اونلاين وكيصيفطوا لك فاتورته، كما كتشوفوا هي الفاتوره، هذه هي الفاتوره ديالو، وتيجي كله يعني باكت وكلشي في الكريطينه ديالو في داكشي. صافي انا نحلو لكم دابا، انا ديجا حليته طبعا وشفتو صورت وكنت غنزلو في الانستغرام، مي مني بغيتو تشوفو كلشي داكشي اللي خديت في داك الفلوغ قلت لا غنعاود تاني نصورو لكم مره اخرى. صافي هادشي ما عرفتش شنو هو صراحه، هادشي كيكون معاها اول مره كنحلوها باش نوريه لكم. هادشي نورمال ما كنحلوش، هادشي صغير كيكونوا هكا كريطات وداكشي يعني شي حوايج هكا ما عرفتش شنو، اللي كيعرف شنو هادشي يقول لي. انا كنشوف غير ديك كيحطوا هذيك تاع الطالون لتحت، الا طاحت ليك ولا شي حاجه صافي هذيك كنعرف، اما هادشي الاخر ما عرفتش ليش. المهم كما قلت لكم هذيك الفاتوره، وهذه البوشيت بغيتي تحطي في البوشيت ديالو تغطي كنتي مسافره ولا غير شي بلاصه بتحطي فيها. المهم كيحطوهم ضروري تكون البوشيطه معاهم، يعني بحال البوشيطه ديال الشوانت نفس الشيء. او صافي كما قلت لكم، عرفتوا ملي خرجت داك النهار ما لقيتش قياسي، راه كنت غنحماق صراحه، قلت يعني دخلت وجاية ودوك اللي بغيتهم ما لقيت، يعني ما عجبونيش وما جاوشنيش مع رجليا وما حسيتش الواو، وفي الاخر اخر لحظه ملي لقيتو ما لقيتوش قياسي، عرفتوا كان صراحه مكرفس، ما قدرتش نقول لا اوكي وعادي ناخذ، كان مكرفس لاخر حبه. تخيلوا هذه اخر حبه، اخر حبه قالوا لي في الخليج كامل كاينه حبه هنا وحبه في قطر. لوستي مسكينه كانت باغا بحالو 37 اونص، ما كاينه 37 اونص ابدا، قالوا لا تسني ما عرفش غيعاودوا يرجعوا من هذا اللون ينزلوه ولا لا، مي حاليا اللي نزل ساله ما بقاش هذا اللون، ما كاينش خصوصا هذا اللون تاع الزريرق، هذا الصيف بزاف كان دارج بزاف. هذه في بحال الاستيك باش لا كانت لوحده رجلها عريضه، انا جاني هو هذاك طالون على شويه من هذوك اللي كنت باغا انا في الاول. ها هي النمره 37. قلت لها اول حاجه، قلت لها قبل ما تصيفطيه ليا باش ما نتعصبش، قلبيه وشوفيه واش شي حد مقيسو، عاد قيست حلاتو صوراتو ليا، قالت لي هذا ما حطش فيه حتى شي حد رجلو. كانت نيت مغربيه البنت اللي تواصلت معاها في دبي مول، في الفرع ديال دبي مول. وصافي فهو هذا اللون، راه زوين ام الكاميرا ما بينش بزاف، حاولت ندير لكم فلاش باش نبينوا اللون راه فاتح ولكن زوين. وكنت باغا بحال هكا يكون فيغني، لانه المات ما كيجيش في هذا الموديل زوين، لي مولز ما كيبانوش زوينين ديال فالنتينو في المات صراحه، عندهم المات مي يعني ابدا ما تيبانش ما تيبانش ما تيبانش زوين صراحة. ان كود كار غزال بزاف اللبسة، كيبغي هكا رجلين يكونوا ضعيفين لانه ما عريضش هو بزاف، فغزال غزال. وهذه شنطة ديال شانيل اللي خديتها مني كنت كنتسنى لاخرى توصلني، او لاخرى نلقاها ماشي توصلني نلقاها، لان يعني كنت باقي ما لقيتهاش وفقدت الامل. وكنت غادا عندهم غير نشوف اشنو درتو اشنو هذا، قالوا لي لا باقي ويمكن تاخد عام ما توصل. سو مشيت وعجبوني هادو تاع الشتويه زوينين عندهم. المهم كتشوفوا البوشيطه كنوريكم وتندوي بوشيطه، وهذيك اللي كتمسحوا بها
كما قلت لكم ضروري اي شنطه ولا حاجه تكون في هذه. المهم فاتفقت الامل ان الله توصل، عجبتني هذه، واخا ما مسافر حتى شي بلاصه هاد الشتاء، ندوزين هاد الشتاء غير هنايا في ابو ظبي. سو عجبتني عجبتني عجبتني، غزاله غزاله. شنو ما قلت عليها غزاله، يعني ما تخيلوش سخونه بعدا بحال الدفي. هذه الدفي هذاك راه مستحيل تلبس هنايا غير في واحد الشهرين. اما هذه ديال السفر كدار هكا، تشديها بالصنطه الفوقينيه مع التحتينيه وتهزها في يدك او تعلقيها كروس او ديريها في كتفك. او عندها بزاف تلبسات، فيها ثلاثه الوان، فيها لارجونتي ولارجونتي معتق والجولد، والجولد هكا سميتها كتجي غليظه، فكتهزيها نورمالمون هكا كتهز او تعلقيها طبعا، او كتحمق كتحمق وكبيره بزاف من الداخل وصافي. هذه كنت باغا في الاول بحال هجلت، ومن بعد اللي قلت غناخذ الكلاسيك صغيره كتجي حليوه، مي مني ما لقيتهاش تحطمت فمشيت شت هذه عجبتني خديتها. من بعد ما خديت هذه غتشوفوا الصدفه اشنو غيجرى تنقول لكم بعدا. خليني نكمل لكم هذه، انا نوريها لكم من الداخل. صمتها غليظه وثقيله، صمتها ثقيله ماشي الشنطه، الشنطه خفيفه بزاف من الصمتها ما شاء الله ثقيله. مهم الشنطه هذه خديتها النهار اللي مشيت نشوف فيه المولز ديال فالنتينو، كنت غادا نشوف المول تاع فالنتينو ودزت عليهم باش نشوف غير واش الشنطه وصلت ولا لا، هذيك واش كاينه. فقلت لكم المولز ما لقيتوش، خديت هذه مورها بخمس ايام كنت صافي لاقيه المولز وصيفطوه ليا، صيفطوه ليا في الكحل اول مره بالغلط عاودوا صيفطوا ليا الزرق، لان البنت اللي اتفقت معاها غتصيفطوا ليا وداك الشيء كانت ما خداماش وقالت لشي واحد اخر وصيفطيتها لشي واحده اخرى نفس القياس ديالي مي لون اخر كان. المهم فصورتها وكل شيء وجدت الفيديو صافي علينا غنزلو في الانستغرام. هذه البطاقه اللي كتكون لداخل، ضروري اي شنطه شانيل كيكون الرقم ديالها وهذه البطاقه فيها لداخل. المهم كتجي فيها غير ديك الزيبر لداخل وصافي، ولكن كبيره. المهم كما قلت لكم فخديت هذه هي الاولى وصورتها وكل شيء، وصلني الموز من بعدها حتى هو صورته وحليته، درت ليها انبوكسين ديالها كله في فيديو باش غنزلو في الانستغرام. داكشي علاش كتشوفوها دابا ديجا محلوله، فسبحان الله كتاب انني درتها في اليوتيوب. دابا صورت الفيديو وغندير ليه المونتاج هو الاول غنزلو في اليوتيوب قبل ما ننزل الانبوكسين ديالها في الانستغرام. سبحان الله صورت كلشي بوحدو على اساس كما قلت لكم هاد الحويجات ملي كنشريهم ما تنديرش المشتريات في اليوتيوب، كنديرهم في الانستغرام. واش شكلها كيجي غزال، صورتها لكم بالفلاش وبلا فلاش صافي. دابا نرجعها لبليصتها، انا كيعجبني نخلي الشوانط في هذا في الكرتونه ديالهم، خصوصا الا كانوا كبار او ماشي ديال هاد الموسم بحال دابا. بحال دابا كانت تاع الصيف وماشي تاع الشتاء، ماشي الصيف لا، اللي كانت تاع الشتاء وماشي تاع الاوقات الاخرى. نحن هنا عندنا تقريبا العام كله صيف او شي حاجه كبيره او شي حاجه صغيره تاع المناسبات، فكيعجبني نخليها بحال هكا في الكريتينه ديالها. وكاين اللي كنخليهم غير في البوشيطات ديالهم اللي كنستخدمهم تقريبا بشكل دوري. ودابا هذه هي اللي غندير ليها الانبوكسين دابا معكم، الفتح كامل من الاول، شتي باقا ما حليتهاش. المهم غنحلها بعدا ونقول لكم كيفاش وصلتني هذه هي الشنطه اللي كنت باغا وكنتسناها، وقالوا لي ما توصل يمكن على عام على ما عرفت شنو، خليك في الويتينغ ليست. قالوا لي في الاول شهر ولا شهرين ولا دابا عام، و يعني اخر مره صافي من مشيت عندهم شانيل هنا في ابو ظبي تصدمت من قال لي شوفي ديك شي شنطه اخرى وصافي. فخديت هذيك ديال الشتويه مع انهم مسافرين كما قلت لكم فين. المهم غنحلو هذه ونقول لكم بعد شكون اللي جابها ليا، شكون اللي انقذني ولقاها ليا كما كتشوفوا دايرين هذا الريبن على الجنيب تاع هذا البوشيت، وهذا قاسح بزاف يابس كيشي بلاستيك لصقة، خصو مقص هذا بلاتي. هذه طبعا الفاتورة كما كتشوفوا عليها اللوغو، انا غنوريكم فين لقاوها ليا اينا مول.
هي كتبان مول اوف اميريتس، مول الامارات. صافي دابا نرجعو الفاتورة وغنحلها لكم. هاتو متحمسة متحمسة بحال ما عمرني ما خديت شي شنطة بحال. سبحان الله، الحاجة ديك اللي ما كتلقيهاش هي اللي كتعز عليك. اوه داري لي بطاقة بسميتي مدام هند. نحل نشوف اشنو داري لي، بوستر ولا شي حاجة بحال هكا غتكون. بوستر ديال شانيل، ما عرفش نقرا هاد السميه بعدا ما عرفتش شكون اللي كاتبها ولا ما عرفتش كيفاش. مهم ديال مدام هين قالك استمتعي وانتي كتلبسي هاد القطعه الجميله، وكنتمنى انها تعطيك بزاف لي مومون اللي هما يكونوا زويونين وانتي لابساها. مادي اللي كتبها ليا سميتو مادي، عرفتش هادي وحده ولا واحد. مهم زوينة هاد البوستر، هاد الرسالة ما عرفتش شنو هي. مهم كارت بوستال داخلو على كارت بوستال. اوكي شنو كاين اخر؟ المهم جبدو الشنطة. الكريتينة ديالها صغر من الاخرى، ما بقى والو، ما بقى شي شنطة اخرى مخبية. لا تنقلب الفكال هذا في البوشيت. مهم دابا نحلوها. ترى متحمسة باش نحلها بزاف. مهم يلا نبداو. هذه احسن المقطع الزوين عندي هو هذا تاع نجر ديك البابيون. كندير لكم الحماس باش تحمسوا بحالي. المهم نحيدو هذا بعدا من الطريق، انا كيعجبني نحل داكشي وداكشي مرتب حدايا. اوكي هاد البابي اللي فيها كحل والاخرى البابي اللي فيها بيض، ما عرفتش علاش هادو عندهم داكشي الباكجين ديالهم غير على الاخرين، ما فهمتش. حاطين اللوغو بحال هكا، حتى البوشيت ديالها كلاسيك. جو بونس لان هاد الكوليكسيون كلاسيك، ف كل شيء فيها مختلف في الباكجين ديالها. البوشيت ديالها غير على الشوانت الاخرين كلهم تيكونوا كحلين. هذه ديري ليها الكلاسيك، البوشيت كلاسيك كل شيء. هذا البوكليت اللي معاها، الشنطه الاخرى كان معاها بوكليت. مي هذه البوكليت اللي ديالها كيدوي غير على الكلاسيك، المراحل ديال الكلاسيك كيفاش كيديروا ليها وكيفاش باش كيبداو يصوبوا. عاد كيختاروا زعما البزيم داك اللي لقدام، عاد كيديروا لها داك الجيب للور، كيف زعما كتخيط مني بداو يصوبوها. لان هذا الموديل كلاسيك هو اول ما بدات شانيل كانت بدات بهذا لي موديل، يعني تقريبا في البدايات، ما عرفاش بالضبط امتى. صافي كاتبينو باللغات هكا وشارحين، وكيجي معاها داك الاخر طبعا جو بونس نفس الاخرى، تيكون فيه داك اللي كتمسحي بيه، هادي اللي كتمسح على كانت جلد، مع ان الشنطه الاخرى ماشي جلد مي جا معاها. وهذاك الكتاب تاني يمكن كيفاش تنظفيها ولا راه هذاك الشيء كاع ما كنحلو. بوشيت ديالها زويونه، جايين فيها هكا دو فاس كتحل من الوسط ما كتسدش. المهم حاطين تصويره ديال كوكو مادموزيل، كوكو شانيل مادموزيل، اللي هي مادموزيل متزوجة عمرها، هي صاحبة هاد الماركة. وهاد الشنطة الكلاسيك خرج هاد الموديل في 1955، يعني دابا تقريبا هاد الموديل ليه 65 عام هما تيديرو فيه، هو ديما تمنو كيزيد. اصلا مع الكورونا دابا زادوا فيه تمنو تقريبا قريب $1000 زادوا فيها. جامعينها بطريقة زوينة هكا وما كيتسخيش الواحد يحلها. يلا ترى الموسيقى التحميسيه ديالي، جمع ليها السكيسله ديالها بحدها. هذا
سميتها مبقيتش عارفه ندوي. انا كنت باغا صراحه لون كيجي شامبين، ما هو ذهبي ما هو سيلفر، ما هو ذهبي ما هو ارجونتي، مي ما كاينش كيك، ما بقاوش كيديروا هادو، كيجي غير مرات مرات، يعني ما تعرفيش امتى غيجي. ف وانا ما كنحملش الهدا، ما عنديش مع الارجونتي، فخديت في الذهبي صغيورة زويونة. هذه اللي كانت الوحدة، أشوفوا قياسها كيفاش، جاي إيدونس تقريبا. هذه اللي كانت الوحدة بحالي، طولها 1.60 متر. ننصحك تاخدي السمول. كاين اللي كيبغي تاني ياخد الميديوم، مي أنا الميديوم ما كاينش الفرق بينها وبين هذه، غير شي سنتيم واحد. فعجبتني هذه حلوة، خصوصا أنها من الداخل كتهز، يعني تهز ليك واحد جوج تليفونات وبزطامك وكر ومرايا وطبعا كاين البلاصه تاع لي كارت، وكاين هاد البوشيت اللي كتشوفوها. طبعا اللولي داخل هاد المارو، ماشي مارو، المارون اللي هو بحال هكا، ما هو احمر ما هو المارون، المارون عكري، اش كيقولوا ليه تاني، دم الغزال الغامق. مهم هاد المارون اللي كتشوفوا فيه، كل شي شوان الكلاسيك فيهم المارون داخل، ماشي شي لون كتخساريه، نو كلهم تيكونوا فيهم. اي شنطه كلاسيك كحله هاد اللون اللي فيها الداخل. البيضه اللي كتكون كامله جو بونس بيضه، الحمراء حمراء، اللي شفت هذاك النهار كانت حمراء حمراء. المهم الكحلين ضروري كتكون بحال هكا مارون من الداخل. شوفوا شحال فيها من بلاصه لي كارت وبوشيطه برا، ومازال فيها هذيك السلسله الفوق، ومازال فيها اللور تاني. انا غنوريكم فين كتسد بحال هكا بحال البزيطين، معاك كتسديها من الفوق، يعني شحال خصك تحلي من باب. والصمته كطوليها باش ديريها طويله، بغيتي تهزيها على جوج. وهنا تاني شفتوا اللون كي كيبان، وهنايا اللور فيها تاني هاد البوشيطه هنايا تاني، الا بغيتي شي حاجه تبقى قريبه ليك دغيا تهزيها تخليها برا. وهي كيجي فيها جوج الانواع تاع الجلد، الجلد العادي اللي هو سميتو لامسكن، وكيجي هذا اللي هو سميتو كافيار. الكافيار هذا كيجي قاسح، ما تيتجرحش ويتخدش بسهوله، وهذا الشيء اللي عجبني فيه. وحتى الشكل ديالو كيجي هكا ثقيل كلاسيك وعاطي المنظر، ما عرفتش انا هكا تنفضل. وكيجي داك الخفيف تقدر تجرحيه بضفارك او اي حاجه تجرحو ولا هذا. مهم بلاتي انا باقي كاع ما قيستها. المهم دابا رجع لبلاصتها، رجع عند فيها في البوشيطه ديالها. كما قلت لكم داك الجلد العادي كيجي زوين حتى هو، داك لامسكين زوين صراحه، مينا في الكحل عجبني هكا تكون غليظه، لان اي حاجه نقدر، انا عارفه راسي نقدر بولدي صغير بساروت ولا بشي حاجه تجرح ليا ونتعصب. اللهم ناخذها هكا، وشكله زوين صدقوني شكله زوين، يعني انا كنفضل في الكحل هذا الكافيار سكين. نسيت كنت غنسى لكم كيفاش تلقيتها. المهم فقلت لكم لوستي كانت عندها شي حاجه في دبي، فغادا 3 ايام. كتعرفوا حنايا دابا ما نقدروش نمشيو ديما لدبي، لانه فاش كتكوني راجعه خصك ديري فحص ديال كورونا، ف والواحد تما شويه كيخاف تاني، لانه كلشي خارج، ماشي بحال هنا في ابو ظبي، يعني المولات عامرين كلشي عامر، فما كنمشوش كنتفاداو ديك المشيه، خصوصا مع داك الفحص وهذا، يعني كيمشي الواحد غير الضروره اللي عنده شي حاجه. فهي كانت غاده، فقلت لها ما تنسينيش، لان هي ديما في دبي ضروري ما تمشي للمول وهذا. فقلت لها ملي تكوني كدوري تقداي دوزي شوفي لي الشنطه. فهي عارفه شنو المواصفات اللي انا باغا وشنو طالبه، وعارفه راني راه في الويتينغ ليست ومن امتى وكلشي عارفه. مهم مشات اول بلاصه، مشات لامارات مول، فدازت تما دخلت المحل حتى هي كتسول على واحد السبرديله ما لاقيهاش، ولقاتها ليا اخر حبه، فقالوا ليها هذه هي اللي بقى عندنا نفس المواصفات اللي انا باغاها. فعيطت ليا وانا الناس وكنشوف لي زابيل، كنقول علاش عيطت ليا هادشي كله على الصباح. لقيت الاوديو ديالها كتقول لي هين دغيا تفيقي عيطي ليا راني لقيتها، قولي هذه قبل ما نخرج من المول، يلا راه بقات غير حبه وحده يمكن رجع دابا ما نلقاهاش. وصافي ورجعت وخدات هديه والحمد لله.
كنتمنى يكون عجبكم هذا الفلوج وما يكونش طولت عليكم. هذه كانت مشترياتي، وبالنسبه للمشتريات زهره قلت لكم في الفلوج الجاي ان شاء الله غنحطهم باش ما نطولش هذا الفلوج بزاف. نتمنى هذا الفلوج يكون عجبكم، شكرا للمتابعه، وما تنسوش تتابعوني على الانستغرام اللي كنكون متواجده فيه يوميا. باي، بيزو.